الشباك لازم ياخد نسخ في الدولة. مصر دولة قوية، دولة مؤسسات، دولة هي الكبرى في المنطقة، دولة قوية كبيرة. مصر دولة كبيرة، ودولة مهمة، ومهمة في الشرق الأوسط، ومهمة للسلام العالمي، ومهمة للسلام في الإقليم، دولة محورية، لها دور كبير بتؤديه في كافة المجالات. أن الإصلاح قادم، وأن الإصلاح سوف يكون حقيقة والتزاما. أنا بؤكد للشباب أنه ده حيتنفس بحذافيره. والله الموفق والمستعان.